السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسمى حسيني، بروجرامز هانتر، مرشح للأشراف في قسم البرامج العامة بمنتديات تونيزيا ساتا التونسية، وقد أقدم لكم اليوم عمل جميل أتمنى أن يعجبكم، وهو الفريق فريد من نوعه، وهو لأول مرة في تاريخ منتديات تونيزيا سات. أيضا هذا العمل يعتبر من الأعمال النادرة الموجودة في ساحة البرمجيات على الإنترنت، سواء في المنتديات العربية أو التونسية أو الأجنبية. أقدم لكم اليوم أسطوانة بثلاث إصدارات في نفس الوقت، وهي عبارة على بروجرامز هانتر فوتوشوب أد أونز. هي عبارة على ثلاث DVDات، كل DVD يحتوي على ملحقات هامة ومفيدة ونادرة للفوتوشوب، وهي صريحة لكل مصمم مبتدئ أو محترف، وهي ملحقات نادرة يتمنى الجميع أن تكون لديه في تشكيلة مجمعة بتنظيم وبسلاسة وأمان. أقدم لكم الآن الإصدار الأول أو التقسيم الأول للأسطوانة الضخمة، وهو Programs Hunter Photoshop Add-ons DVD 1. هي بصيغة إيزو، حجمها 1.06 جيجا. نقوم بمعاينتها عن طريق برنامج الفيرتوال كلون درايف، وهو برنامج رائع في التشغيل الوهمي للاسطوانات. ايضا يمكننا ان نقوم بحرقها على DVD بواسطة اي برنامج حرق، نيرو او باور ايزو او الترا ايزو. نقوم بفتحها بتشغيل وهمي. الاسطوانة كما نرى الاسطوانة تحتوي على عدة اقسام، وهي اقسام مصنفة باحتراف في عالم التصاميم، مصنفة الى عديد التقسيمات. قسم براشز، وهو يحتوي اقوى البراشات في عالم التصميم بالفوتوشوب. أيضا يحتوي على أقوى الفونتات الأجنبية والعربية. كذلك تحتوي على أقوى الأيقونات بصيغة PNG للاستعمال الشخصي والاستعمال العام في مجال التصاميم. كل قسم هو مقسم بدوره إلى أقسام بنظام: أيقونات البرامج، أيقونات للتصميم العشوائي، أيقونات للتصميم الخاص إلى آخره. هذه الصور والأيقونات نادرة جدا بأعلى التقنيات وبأعلى جودة، لن تجدها إلا هنا مع بروجرامز هانتر. أيضا الباترن، أقوى الباترنات الموجودة على النت، صالحة لكل مصمم محترف أو مبتدئ. أيضا The Renders تحتوي على مجموعة كبيرة وكبيرة جدا من الرندرات، الثروة دي وهي مقسمة بدورها كالعادة في مجلد بتقسيمات خاصة. الأسطوانة جد مهمة وهي كنز جميل وجميل جدا لكل من سيحملها.
إلى آخره. أيضا تحتوي على سكرابز، وهي مجموعة سكرابز هي مجموعة من الأشرطة والشرائط التي يحتاجها كل مصمم في تصميم بوسترات أو صور ذات كفاءة عالية. شرائط أكثر من رائعة وجميلة. أيضا تحتوي الأسطوانة على ستوركز، وهي صور ذات كفاءة عالية تستخدم في التصاميم كخلفية أو كإضافة جديدة للمنتج الذي يتم تصميمه. أيضا تحتوي على التكستورز، وهي مجموعة من كالنقاشات أو كالصور التجريدية لإضافة جزئية للصور، ويمكن أيضا استعمالها كخلفيات أو كإضافات جزئية لمنتج في طور التصميم. أيضا تحتوي على أقوى الوالبيبرات والخلفيات الجميلة بتقسيمات متعددة، The Colorful Wallpapers، The Best HD Wallpapers، إلى آخره، أحلى وأقوى وأندر الخلفيات الرائعة والجميلة. هذه هي محتويات الإصدار الأول والدي في دي الأول لأسطوانة بروجرام سنتر فوتوشوب أد أونز. نتمنى أن تنال إعجابكم.